شباب منو قرأ كتاب A Short The History of the Middle East اللي يتكلم فيه عن القومية العربية ودورها؟ احنا قاعدين نمثل صح؟ انا ليش قلت الكتاب اسم الانجليزي؟ ليش ما قلت موجز تاريخ الشرق الاوسط؟ ها كلامنا تدرون وش عنه؟ عن اللسان المرقع، عن لغتنا الجميلة المنسية المهدورة المشوهة المزهود فيها. فهل هو دليل على عجز من التواصل؟ هل هو تقليد مجرد؟ هل هو تحول إلى عادة ونمط؟ هل هو هزيمة نفسية داخلية مثلا؟ سألوني ما جوابي كلما حرت في أمر لماذا أو لما أو الحياة من حولنا أسئلة يبصر النور بها من علما خلق الرحمن كونا واسعا فبدت أسراره أو ربما فاسأل العليم عن أسراره واستمع تلقى جوابا عليما ما حياة الناس ما الدنيا وما هذه الأرض وما هذه السماء ما يريد الله من خلق له في رحاب الله من طين وما ما نعيم الله ما جناته من بعد الظما ما هو الخلد الذي نحلمه أجب اللهم قلبا حلما سألوني شباب منو قرأ كتاب A Short The History of the Middle East اللي يتكلم فيه عن القومية العربية ودورها؟ احنا قاعدين نمثل صح؟ انا ليش قلت الكتاب اسم الانجليزي؟ ليش ما قلت موجز تاريخ الشرق الاوسط؟ ها كلامنا تدرون وش عنه؟ عن اللسان المرقع، اللسان المرقع هذا العنوان الذي ذكره مصطفى صادق الرافعي في كتابه وحي القلم الاديب الكبير. عن لغتنا الجميلة المنسية المهدورة المشوهة المزهود فيها. هذا موضوعنا، وانتم شايفين واقع الجيل وواقع التعاملات وواقع كل الشواهد حتى في الشوارع. السؤال، هل كلام الوالدين اليوم اللي أصبح دارج حتى في البيوت مع أولادهم بالإنجليزي أمر ملحوظ؟ شايفين هذا الشيء انتم شباب؟ إيه أنا بنبه لشيء. إيه يعني بشكل شوي مبالغ فيه، يعني أنت ما يصير بس كله بالانجليزي بالانجليزي، وين العربي؟ ترى مرات حتى كويتي ما يعرف، خلي يعرف يعني اساس على الاقل، بس خلاص بس انجليزي مو فاهم شنو شيء شنو يعني الامور هذه كلها. لما نطلع مجمعات فتي نشوف بعض الاباء على طاوله الاكل ولا يسولف مع عياله بالانجليزي، يناديهم بالانجليزي، يتكلم معهم 24 ساعه بالانجليزي، والاولاد بينهم بين بعض في البيت. الاهل زياره الكذا، ما قاعد تلاحظون؟ لاحظ بس ان في منهم مثلا ما يبي يضيع منهم مثلا الاكسنت، يتدربون على هذا الاشياء، بس غالبا ما يصير، يعني وايد ناسين اللغه العربيه حاطينها على صوب. يعني الدكتور يمكن يقول لك اللهجه الكويتيه او عموما العربيه يمكن يكتسبها بسهوله، بس الانجليزي صعبه في اشتغال عليه من هو صغير، يمكن يبررون بهالشكل. لكن حتى هذا بعدين يمكن ياثر على لغتهم العربيه، يعني كونهم تاسسوا بالانجليزي اثر حتى على مصطلحاتهم، تصير مصطلحات مترجمه حرفيا. يعني دكتور انا سنه من السنين درست طالب عندي بس يتكلم انجليزي، كتبنا فيه تقرير عشان انه مثلا نعالج الموضوع. اي مرحله؟ ابتدائي. زين كتبت فيه تقرير؟ كتبنا فيه تقرير كل الاساتذه ما قصروا وكذي، ونحاول معاه لكن نتفاجئ بالسنه كلها موجود زين، وهم نجح وراح السنه اللي بعدها وهو مو عارف شنو الدنيا، يعني كله انجليزي انجليزي انجليزي. اكيد لانه خريج مدارس اجنبيه او دارس برا، او ان والدينا ايضا ما ساعدوه. محمد اضيف دكتور، عيالنا
الأطفال أو الصغار. الحين 24 ساعة على اليوتيوب، سنة سنتين، الكم اللي موجود من فيديوهات الأطفال تعلم الإنجليزي الـ ABCD والكلمات وهذه، الجهود العربية ضعيفة، ما حد قاعد يحط شغلات عربية، حتى لو حطوا عربية. والبرامج المسلية كلها الصور المتحركة عدل، يعني كم نسبة العربي بالنسبة للأجنبي؟ حتى أغاني الطفل الحين بعمر صغير، أصغر حتى من السنين اللي طافت، لازم يشوف التليفون، لازم يشوف التليفون. متعب تشوف إن الخدم دور؟ إيه طبعاً، أنا يعني الطفل عموماً أو الإنسان بعمر صغير يتعود على لسان معين، فإذا كان على طول مع الخادمة. أضيف دكتور بعد الفيديوهات، أنا اليوم مع بنتي شافت ألوان حمراء في مجمع، فتأشر تقول لي كريسمس، فمو بس إنجليزي قاعد تغير فكر هي بالنسبة لها. فأنا بوجهة نظري أهم من الضعف اللي قاعد يصير في أو التقصير اللي قاعد يصير تجاه اللغة العربية، أن ما حد قاعد يخدم. أنت قلت فكر، يعني هل اللغة مجرد أداة تواصل ولا تحمل فكر وهوية؟ أي صح. استكتور، شو اللي خلينا نتمسك باللغة العربية يعني؟ بالضبط، خوش سؤال. شو اللي خلينا نتمسك باللغة العربية؟ هل لأنها لغة مجتمعنا وهويتنا وثقافتنا لازم نحرص عليها؟ أم أن علاقتها بالقرآن علاقة موضوعية، وعلاقتها بالدين وفهم الدين علاقة موضوعية؟ سؤال حلو راح نجاوب عليه إن شاء الله. دكتور حسين، غالبا يعني ندفع عشان والله نتعلم إنجليزي عشان نقدر نتعامل مع الأجانب، فليش ما يصير العكس، إن أهم اللي يتعلمون اللغة العربية؟ فعلا الإنجليزي صار كشخة، يعني غير اللبس وغير هذا، إن أنا أتكلم إنجليزي، وبين حتى بعض المقابلات في التلفزيون أنا يعني يضايقني هالشيء، إن مقابلة ثقافية الشخص اللي قاعد يتكلم، احنا بالكويت ولغتنا عربية والمقابلة عربية، يتكلم جملتين عربي واربع جمل انجليزي، بعدين عربي بعدين انجليزي، حتى مخي ضرب يعني اقول لك يعني على يد عشان دكتور قريت كتاب شورت هيستوري اوف ذا ميدل ايست، تقول مو جس تاريخ الشرق الاوسط، صح؟ صح. وقادر، واحيانا انا مره يعني احنا جيلنا كبار، شوف اثنين قاعد يتكلمون باللغة إنجليزية، فيقول لهم اللي معاهم الثالث يا ربع وينكم أنتوا؟ إيش اللي خليك تكلم إنجليزي؟ معناه يعني عربي يعني ماكو أي داعي، واللغة العربية أقدر في التوصيل. فهل هو دليل على عجز من التواصل؟ هل هو تقليد مجرد؟ هل هو تحول إلى عادة ونمط؟ هل هو هزيمة نفسية داخلية مثلاً؟ دكتور أشوف إن اللغة الأجنبية هم اهتموا فيها وعطوها مكانتها وطوروا فيها، احنا لو مهتمين كان صار العكس يعني. صارت هي اللغة العلمية. احنا ما ننكر طبعا هي لغة العلم ولازم نتعلمها وضرورية، هذا شيء منتهي منه يعني. في تركيا ما تقدر تتكلم الأتراك إنجليزي، معتزين في لغتهم. لا، والألمان أكثر. اي فدوخ، واحيانا لا، على الأقل ما يعرف عادي، لا يعرف وما يقول لك، تصور. أيه. الموضوع جدا جميل وواقعي وآخذ بالتنامي، ومن ثم يستحق أن نلقي عليه ضوء كبير. شكرا لكم. سألوني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللسان المرقع، حديثي في هذه الحلقة عن رطانة أولادنا والجيل الجديد باللغة الإنجليزية، وعجز الكثير منهم عن التحدث مو باللغة العربية، بلغتنا الدارجة الكويتية والوطنية. شلون أبدأ الكلام؟ اتصل بي رئيس القسم في الكلية يستأذني بإعطاء رقم هاتفي لشخص طلبه منه، لأن لديه شاب يعني عمره بنحو 18 سنة، عنده بعض الاستفهامات الكبرى في القضايا الوجودية وبعض الاستشكالات في المسائل الدينية. ثم قال: لا، كل العلم دكتور، ترى الشاب لا يتكلم العربية، يقصد اللهجة المحلية، وسيكون معه صاحبه يترجم له أفكاره وأسئلته وبعض مصطلحاته الخاصة. قلت: من أي بلاد هو؟ قال: هو مواطن.
ولكن كما تعرف أعجمي اللسان بسبب عوامل كثيرة. ليس هذا هو الشاب الأول ولا الثاني ولا الثالث. مر بي شباب وبنات في حوارات عديدة من ذات الطراز الجديد ممن لا يتقن اللغة المحلية. أرأيتم كم أصبح الوضع كارثياً؟ فنحن الآن لم نتراجع على صعيد لغتنا العربية الفصحى فقط، وإنما امتد العطب إلى لهجتنا العامية الدارجة التي بها بقيت هويتنا وتواصلنا وتفاهمنا، بل وحتى تراحمنا. حتى هذه بدأت في الاختفاء عند بعض الأبناء. ولكن كيف وصل الحال ببعض أبنائنا فأصبحوا عاجزين حتى عن التعبير والتواصل مع ذويهم ومجتمعهم إلا بلغات مستوردة؟ من أين جاء هذا الفشل وكيف حصل؟ الجواب: لغة الإنسان ابنة بيئة الإنسان، البيئة اللصيقة والقريبة. ومن المعلوم أن الطفولة هي محك التشكل اللغوي والتربوي السلس والتلقائي في الهيكل العام على صعيد الأساليب والقواعد والتخاطب، بل والتلوين في الأداء. هذا كله يكتسبها. ومن عوامل التطبيع على لغة الآخر، رغم أهمية وضرورة اللغات الأخرى، من عوامل التطبيع لغة الآخر على حساب لغتنا الأم، هو أن الكثير من الأسر تتراكم فيها التغذية اللغوية الغربية بكثافة في تلقينها للأطفال ومعايشتهم لها على حساب اللغة المحلية، فضلاً عن اللغة العربية دائماً كما نذكر بهذه الأزمة. المربية تتحدث بالإنجليزية، الخادمة تتحدث بالإنجليزية، في الحضانة الحديث بالإنجليزية، في مراحل التعليم لا سيما التعليم المدارس الخاصة الحديث بالإنجليزية، الألعاب الإلكترونية بالإنجليزية، الصور المتحركة بالإنجليزية. كل هذا الضخ الهائل يصب في سن البرمجة اللغوية والتشكل الثقافي. إذن فاللغة مرتبطة بالممارسة وطرق تعليم نابعة من الواقع الذي يعيشه يعني العالم والمتعلم. هناك مقطع مركز يا جماعة للدكتور بندر لغميس مفيد، ويمكن الاستفادة منه من كثير من مقاطع لأنه مهتم في اللغة العربية، وفي كتاب أيضا مترجم اللي هو الهيمنة اللغوية للبروفيسور روبرت فيلتسون. هذا الكتاب مطبوع ومتداول أيضا يتكلم عن ذات الموضوع. ولهذا نقول لمن يقومون بالحديث مع أطفالهم طوال اليوم باللغات الغربية وحين تنكر عليهم يقول لك يكبر ويصير يتكلم عربي، لكن الواقع يشهد أن هذا وذاك وذلك كبروا وهم في مجتمعاتنا ولا يستطيعون الحديث، ما أقول باللغة العربية، بالعامية. تعالوا نشرح أهمية التأسيس منذ الطفولة على لغتنا الأصيلة وعلاقة اللغة بالفطرة، لا من خلال النظريات والمصطلحات، ولكن من خلال تجربة الدكتور الفلسطيني البارز عبد الله الدنان الذي كان عندنا في الكويت والذي شخص الحل لهذه الإشكالية. يقول الدكتور الدنان، خلاصة يعني كلامه ادخلوا شوفوه في اليوتيوب ساعات من المحاضرات والمقاطع، يقول: استندت في تجربتي على القاعدة التي تقول أن الأطفال قبل سن السادسة لهم قدرة فطرية ضخمة لاكتساب المهارات اللغوية، وهذا ما وضحه كبار علماء اللسانيات مثل تشومسكي وإيرفن ويلبرغ وغيرهم عن تلك الطاقة الخلاقة لدى دماغ الطفل في تعلم اللغات وإماطة اللثام عن منظومة القواعد بشكل ذاتي داخلي ومعقد، وفي مقدور الطفل إيجاد لغتين أو أكثر في آن واحد. وقد أشار ليمبرغ إلى أن هذه القدرة اللغوية الفطرية، لاحظ، تأخذ بالضمور والانحسار بعد السن السادسة، حيث تأتي مرحلة يعني منصبة على الاكتساب المعرفي، يعني خف الذاكرة. التجربة باختصار هي تجربة أجراها الدكتور الدنان على ابنه أنس وهو طفل، حيث قام منذ ولادته بالحديث معه بالفصحى وترك والدته تتحدث معه بالعامية، ليجد حين وصل 3 سنوات عمره أن ابن باسل لا يخطئ بالفصحى على الإطلاق، يرفع
وينصب ويجر ويجزم ولا يخطئ بشيء من الفصحى، بل حتى انه يتحدث بالعاميه مع امه فيترجم لها، من يعني والده يتكلم بالفصحى والدته بالعاميه، يترجم بالتبادل من العاميه الفصحى والفصحى للعاميه. حتى ان باسل وهو في الصف الثاني الابتدائي صحح خطا لغويا في منهج الدراسي في ماده الرياضيات، كان الخطا اللغوي يوقع الطلاب في الخطأ بحل السؤال، فقاموا بتصحيح المنهج، لأن يعني رص السؤال لغويا يعطي معنى آخر غير ما يريده واضع السؤال. الذي أقوله إنه يجب أن نهتم بالحديث مع أطفالنا بلغتنا ولهجتنا، فاللغة لا تختصر وتقتصر على أحرف وأصوات ورموز، وإنما هي ثقافة وهوية وعواطف وطريقة تفكير. سألوني أيضا نسمع البعض يروج بأن الإنجليزية أسهل، لاحظ، وألصق بالواقع من العربية الفصحى. يعني هذه الدعوة تشابه ما حدث قبل قرن مضى في الدعوة إلى استخدام اللهجات العامية وهجر اللغة الفصحى في المعاملات والدراسة والمناهج ومؤسسات الدولة. هذه دعوة أطلقت في القرن الماضي كله بحساب استغرابي استشراقي، يعني استغراب من اللي عندنا واستشراق من الآخرين، من أجل هدم هذا الأصل اللغة العربية وعلاقته بهويتنا. أيضا يغيب عن بال الكثير من الناس أن الفصحى معينة على فهم العامية المحكية، والعامية معينة على فهم الفصحى. ممكن واحد ينظر على سبيل المثال كتاب لهجتنا في القرآن للدكتور عبد الله الخضري رحمه الله، وكذلك مقال الأديب المصري الكبير أحمد حسن الزيات في وحي الرسالة. نحن في عصر القوة الناعمة يا جماعة، كثيراً ما تخترق يعني المراهقين كلهم عرب وغير عرب. جماعتنا تعلموا اللغة الكورية بسبب ماذا؟ استماعهم للفرق الكورية المغنية المشتهرة ومتابعة البعض للمسلسلات الكورية. كثير منهم بدأ الآن يعرف اللغة التركية ويدخلون دورات تركية، بل حتى اللهجات العامية. تعرفون مرة جت موجة القنوات اللبنانية صار الحكي اللبناني، جت المسلسلات المترجمة السورية وكذا صار الحكي وتداول الألفاظ السورية، المصرية هي الأصل القديم والموجود والدائم. فإذا الإنسان ابن ما يتلقاه، وهذه القوة الناعمة مهمة في تعزيز الفصحى. وجيلنا يذكر، وبعضكم كثير يذكر، نجاح مسلسل افتح يا سمسم الذي وقف الدكتور عبد الله الدنان اللي ذكرنا تجربته مع هذا المسلسل أن ينتج باللغة العربية، لأن كانت هناك مدارس تقول لماذا ينتج باللغة العربية والعالم الإسلامي لا يمكن أن يستوعب اللغة العربية، خلينا ننتجها بلهجات أشهر اللهجات العامية. فذهب وعمل في 3-4 أماكن في مصر والسودان، وراح المغرب وجاء الخليج وراح العراق وفلسطين، لكي يرى هل ممكن إذا جربنا مع المدارس لغة عربية في افتح يا سمسم ممكن تنفع. فنجحت التجربة ونجح المسلسل واستفاد الناس لغة. إن الذين لا يريدون اللغة العربية أنواع، وأخطرهم قضية التقليد والانبهار والفشخرة إن والله إحنا جماعتنا وأهلنا وربعنا يتكلمون لغة أجنبية بينما اللغة العربية هي الأصيلة. لذلك أختم بقول الأديب مصطفى صادق الرافعي أديب العربية الأكبر في مقالته اللسان المرقع، واصفا هذا الصنف من الذائبين في حضارة الآخر ولغته، فيقول: ورأيته يتكلف نسيان بعض الجمل العربية ليلوي لسانه بغيرها من الفرنسية، لا تظرفا ولا تملحا ولا إظهارا لقدرة أو علم، ولكن استجابة للشعور الأجنبي الخفي المتمكن في نفسه، فكانت وطنية عقله تأبى إلا أن تكذب وطنية لسانه، وهو بأحدهما زائف على قومه وبالأخرى زائف على غير قومه. ما يريد الله
الخلق له في رحاب الله من طين وماء. ما نعيم الله ما جناته ما ارتواء القلب من بعد الظمامة. والخلد الذي نحلمه أجب اللهم قلبا حالما. ما نعيم الله ما جناته ارتواء القلب من بعد الظمامة. هو الخلد الذي نحلمه أجب اللهم قلبا حلما. سألوه